بعد ما شاف الماضي، وهنقول ايه؟ الحمد لله على ان عندنا 30/6. 30 يونيو نقله، ونقله كبيره جدا، مش بمصر بس، للعالم العربي كله، بالشرق الاوسط كله. انتصار مش على اخوان او من يناصرونه او يساندونهم بس، لا، ده انتصار على قوى الشر في العالم كله. هو عامه 30/6 ما يعتبرش ثوره، هو يعتبر عباره عن انقلاب. بالنسبه ان الجيش هو انقلب على الحكم، بس هو الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بيعتبرها ثوره مع انها مش ثوره. مفيش حاجه غير ان هو يوم مشؤوم على البلد، نقله جديده للبلد يعني. الحمد لله خطوه جميله، والحمد لله ربنا يعني يبارك لنا في الرئيس والخطوه اللي خدها يعني. طبعا 30/6 بتمثل لي العار والخيبه والنكسه. شويه رقصين على الممثلين بس، وكانوا بيزيطوا. ذكرى الثوره، ذكرى عوده الحريه لينا. رأي قدرنا نتخلص من الجواسيس والناس اللي كانوا خاطفين البلد. ذكرى سعيده جدا، وانا بالنسبه لي من اهم المناسبات اللي بتعدي على السنه دي يعني. احنا بدات 30 يونيو اسقطنا نظام كنا بنيناه في 3 سنين، من ثوره ل 25 يناير تمام، وجينا عملنا نظام ديكتاتوري على الفاضي. الجيش هو اللي دلوقتي ماسك البلد، كل حاجه في الأسوأ، اسعار غالي، الدولار كل يوم بيعلى، كل حاجه فوق، مفيش حاجه بتنزل يعني، مفيش حاجه حلوه بنشوفها من بعد 30 يوم الصراحه، كل حاجه سيئه، احنا في النازل بمعنى صح. بس فبالنسبه لي مش بتمثل لي غير يعني يوم الواحد بيحزن لما بيفتكر، مش بيفرح لما بيفتكر خالص يعني، او بيحتفل بيه حد. الشعبيه ايه ده، ان الناس نازله يعني مدفوعه بشكل او باخر عشان يعملوا اي هبل، ايه الدليل اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ ايه بقى اللي اتغير دلوقتي؟ انا عايز افهم. انا لما نزلت في 30/6 وقلت يلا يا سيسي اتفضل تعالى، وهو ضحك علينا ووهمنا ان احنا هنبقى نور عينه، النهارده احنا تحت جزمته، تحت جزمه كل الحزب الوطني، والله العظيم ثلاثه، والله والله لو انا اعرف ان في يوم من الايام ان هنزل باستمرار التمرد ويرجع بسبب السيسي الحزب الوطني وكل زبانيه حسني مبارك المخلوع، انا النهارده بقلع الجزمه وبدي نفسي على قفايا 1000 جزمه، لان انا نزلت في 30/6، والمفاجاه ان شباب تمرد كلهم في 30/6 جايين، الجاي هيقعدوا في البيوت وهنعتكف عن الشارع، ودي هيبقى اكبر رساله للسيسي ونظامه اللي احنا ندمانين لنزولنا في 30/6. واتحداك ان 30/6 الجاي اي حد هينزل. بس الناس فاهمه من الاخر يعني ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده؟ بتمثلوا على نفسكم ولا على الناس ولا على مين بالظبط؟